تظاهر خريجو المجموعات الطبية مع أولياء أمور بعضهم أمام مبنى المحافظة احتجاجا على ما يحدث من مماطلة وتأخير في تعيينهم، مشيرين بإصبع الاتهام إلى شخص المحافظ، علما أنه صدر قرار وزاري بتعيينهم وليس هناك ما يعيق ذلك سوى تدخل إدارة المحافظة وعرقلتها الأمر بحجة أنهم ليسوا من سكنة كركوك. تعيين امر وزاري من وزاره الصحه العراقيه، صدر بنا امر وزاري 1800 شخص، كملنا اجراءاتنا من مقابلات وتعهدات والرسميات اللي خاصه بالمتوظفين جديدا الى ان وصلنا الى كتاب تصريح الامني بالمحافظه. تصريح الامني بالمحافظه انه تشوف المتخرج هذا او المتعين الجديد هل هو عنده جنايه او ما عنده امنيا، هل هو مطلوب للجهات الامنيه او ما مطلوب، لكن فقط محافظه كركوك فقط بهذه البنايه حول الموضوع الى سياسي، اللي هو صار اللي نفوسه كركوك يتعين اللي نفوسه مو كركوك ما يتعين. احنا قانون تعيين مركزي، فيعني تفاجئنا انه اجينا باشر قسم منا انطوا فقط للي من هم موافقه للي هم نفوس كركوك. زين وهاي العالم البقيه عنده سكن كركوك، عنده تموين كركوك، هم اصلا من اهل كركوك، زين هاي البنات شلون مثل نفوسها بابل؟ يعني هي شو تسوي؟ تروح تتعين ببابل؟ منو يقبلها على اهلها بنيه تروح تداوم ببابل لو تداوم بغير مكان؟ احنا من قدمنا على كركوك نخدم اهالي كركوك، احنا يعني انت تجي ترفض تعييني ليش؟ على اي اساس؟ يعني انه حتى التعيينات المركزيه دخلت بالمحاصصه. احنا عايشين بالعراق، احنا عراقيين لنا حق نتعين. الهم حق اولادنا بالتعيين. راحوا مجموعه طبيه وباعلى المعدلات يريدون يتعينون، ضيعوا فرحتهم، ضيعوا فرحتهم اهل ما اعرف مسؤولين كركوك. انتم اذا تؤمنون بالعراق الواحد الموحد، شنو اذا انا قاعد كركوك عندي اثباتات تثبت وعندي 57 كركوك واثباتات انه انا كرديه ومن كركوك وغيري عربي ومن كركوك عندي 57 وغيري تركماني، كلنا هل بها كل القوميات، ليش تضيعون فرحه اولادنا؟